مساء الخير زبايننا زباين بي ام اس. احنا اليوم موجودين معكم صهيب وبراء لحتى نخبركم عن مفاجأة بي ام اس اللي محضريتها لعملائها ولزباين بي ام اس المميزين. طبعا قبل هيك بنحب ننوه عن الموبايل الجديد اللي راح تطرحه سامسونج اللي هو راح يكون بالمؤتمر ب 26/7. الموبايل هو من عائلة الزد فليب يلي بتميز بشاشة قابلة للطي، وعندنا زد فولد يلي بتميز بأكبر حجم شاشة تقدر تستخدمه سواء تابلت أو موبايل، وبتقدر برضو تستخدم معه القلم. طبعا هذا المؤتمر راح يكون ب 26/7 براء. 26 شو محضرة بي ام اس لزبايننا؟ طبعا بتعرف انت بي ام اس بتميز الزباين تبعونها وبتميز العملاء تبعونها، عملت مسابقة. المسابقة نازلة على الفيسبوك، على البوست في الفيسبوك. ما عليك غير انك تتوقع سعر الجهاز الفليب وبتربح الجهاز الجديد. يعني بربح جهاز جديد بالضبط. الجهاز اللي بده ينزل الفليب ما عليك غير انك تتوقع السعر تبعه ورح تربحه. طبعا هاي المسابقة يا صهيب بلشت اول امبارح 10/7 ل 25/7. استنونا بفيديو جديد ومفاجآت جديدة من بي ام اس. أكيد.